السلام عليكم ورحمة الله. شو يا جماعة الخير، عندي صنفرة، بنصفر هذا المكان نظفه على أساس إنه أصبغ هذا. لو نسحب الخطة مسك الصبغ يعني ماشي الحال، لو العكس بس سيراميك يعني بيكون المنظر أحسن وأشكل. علما بان عمر هذا الحوض بداية 2010. شوفوا يا جماعة الخير، خلصنا من السنفرة او حرف الصاد، سنفرة او سنفرة كله صح. هذا هو قرطاس شامي، صراحة احسن نوعية، صناعة الصين احسن نوعية. هذا طبعا جديد ما نستعمل، لكن شوفوا هذه يا جماعة الخير، شوفوا القطعة بعدها يعني فيه خشونة، يعني خلص هذا بالكامل. هذه الاطراف شوفوا يا جماعة الخير، هذا هنا كامل خلصته، هذه المنطقة كامل. طبعا يعني الجدار، جدار الحوض الأرضي بعد ما سويته، شوفوا هذا كله هالقطعة، هذه القطعة يعني ما تتجاوز 10×10 سنتي، وبعدها فيه خشونة. تابعوني وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله. الحين بنبدأ بتلوين الأحجار، يعني هذه الأحجار يعني من سنة 2010، الحين لأول مرة بلونها، كان أول لون طبيعي. بسم الله نبدأ. بسم الله. في ملاحظة، يعني هذا الصبغ يعني عندما يقترب من النفاذ يعني قبل ما يخلص تحت يعني ما يطلع، لازم يكون واقف هالطريقة، إذا متروس عادي يعني. هذه اليوم النتيجة النهائية، عمل اليوم الطريقة، وهذه اللي فوق طبعا بعده ما شلنا السيكر. هالطريقة نواصل تلوين الحجر